بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سافرت من أبها إلى جدة وأحرمت من جدة بقصد العمرة وأديت العمرة، وبعد ذلك سألت أحد المشائخ فقال لي: لابد أن تحرم من الميقات يا لملم وتعيد العمرة، وقد فعلت ذلك، فما كفارة العمرة الأولى وجزاكم الله خيرا؟ أول الجواب صحيح، أول الجواب قال لك إنك أخطأت في كونك تعديت ميقات أهل اليمن وأحرمت من جدة، هذا خطأ وهذا الجواب صحيح. لكن قوله تعيد العمرة هذا غلط، هذا غلط. العمرة صحيحة، العمرة صحيحة، ولكن عليك دم، عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء عن تجاوز الميقات بدون إحرام، ولا تعيد العمرة، ولو عدتها ما يسقط عنك الدم. نعم نعم، الفدية ذبح شاة تجزي في الأضحية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا.